ونروح لاخبار الاهلي. والفريق بيواصل استعداداته للمواجهه المصري في الماتش اللي جاي في الدوري. مارسيل كولر عقد جلسه مع اللعيبه قبل تمرين النهارده، اتكلم فيها عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالفتره اللي جايه. محمد عبد المنعم مدافع الاهلي ادى تدريبات منفرده بالجري حول الملعب وجلسه تاهيل في الجيم، وده ضمن البرنامج المحدد ليه عشان يتخلص من الاصابه ويرجع مره ثانيه. تمرين النهارده تواجد فيه اكرم توفيق في ملعب التتش وعمل جلسه علاج طبيعي تحت اشراف دكتور الفريق بعد جراحه الرباط الصليبي. لسه مع اخبار الاهلي، والنهارده الاتحاد السكندري بيعلن انتقال مروان عطيه للقلعه الحمراء مقابل مبلغ مالي، وعرض محمد محمود وعمار حمدي لنهايه الموسم مع وجود بند يتيح استمرارهم للموسم اللي جاي. تعالوا نشوف راي الجماهير في صفقه مروان عطيه للاهلي ونرجع نكمل مره ثانيه. مروان عطيه لعيب كويس وبيلعب في الدوري، احنا تابعناه في كذا ماتش، وهو ممكن يلعب مع السولية، مش فكرة على السولية. الصفقة مفيدة طبعا، بس هيبقى بديل للسولية، ما يقدرش يلعب مكان السولية. السولية محدش يقدر ياخد مكانه الصراحة في الأهلي. كابتن مروان عطية والله يعني إضافة كويسة للنادي الأهلي، بس أعتقد لو السولية فت جاهز أكتر ممكن يقعد دكة. يعني ممكن الاتنين مع بعض يبقى حاجة كبيرة في النادي الأهلي إن شاء الله. ممكن يعني هو يبقى بديل لعمرو السولية، هو كان في الاتحاد تمام ومفيش أي مشاكل. الأهلي صعب إن هو يجيب لاعب إذا كان قادر ان هو ادي المسؤوليه او لا بالفعل. يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي عمرو السوليه مش في مستوى احسن من مستواه، يعني هو عنده حاجات احسن من كده، بس هو اخر ماتشين كان مادي اداء حلو، بس هو في الفتره دي عموما ما كانش مش احسن اداء ليه، فدي ممكن تبقى صفقه تدعيميه للمركز ده.